السلام عليكم شباب، كراكم بخير وعلى خير. نتمنىكم تكونوا مزيان، اموركم مزيان، بريباراسيون ديال الامتحان ديالكم بخير وعلى خير. مازالين الشباب دائما مع سلسله تصحيح امتحان الوطني البكالوريا الدوره الاستدراكيه لسنه 2023. كما تنقول لكم ديما، راه ديجا صححنا الدوره العاديه ودابا حنا في الدوره الاستدراكيه. درنا 4 ديال الحصص وهذه الحصه الخامسه ان شاء الله، وكنا درنا البارتي ديال الكليماتيزاسيون في الحلقه اللي فات، وبقى لنا واحد السؤال كيسيون نيميرو 22. اش كتقول كيسيون نيميرو 22؟ دوني دو كوز دو لا بانسيتي او نيفو دو لينونسي. اشنو تيقول في لينونسي؟ لينونسي هذه اللي قدامكم دابا. Le propriétaire d'un véhicule automobile se présente à votre atelier de réparation réclamant une mauvaise odeur et un bruit au niveau de la conduite d'air au moment de fonctionnement de la climatisation. Mon automobile, j'avais que c'est à l'atelier, que tu kèmes raïha kariha, que tu khurjlou men de que les aérateurs, de que l'aïbat qui khurjlou, ou bhadou tibana qdamkoum, zaïd le bruit, zaïd le sdaï. Chna huma l'asbab li qdrou yitsbouf had le mouchkil hada. فاهمين؟ هذا هو اللي تنقصدو بالكيسيون نيميرو 22. اعطيني جوج ديال الاسباب اللي يقدروا يتسببوا لي في رائحة كريهة زائد صداع. تخي بيان، من الحويجات اللي كيتسببوا لي في الرائحة كريهة الفلتر ابولين. هذا الفلتر ابولين الا كان موسخ وعامر بلي باكتيري تيعمر بزاف، زائد داك الهواء اللي كيدوز منه كيخلي فيه لوميديتي زائد الوسخ، سي نورمال غتولي عندنا تما une mauvaise odeur الا ما تبدلش في الوقيته ديالو. زائد البيلسور هو ديك الفرفاره بحال اللي كتبان قدامكم، فرفاره كتكون لداخل كتدخل الريح من برا حتى هي كدير صداع الا كان فيها شي مشكل هي، اولا الا قاصه شي ورقه ديال الشجر ودخلت لها شي كور اترونجي كدير صداع بزاف. فاهمين؟ تخي نمشيو دابا شباب للموديل ديال الفريناج وغادي نشوفوا شنو محطوط لينا في لينونسي تما. ان كونديكتور سو بريزونت ا ان اتوليي دو ريباراسيون اوتوموبيل اون ريكلامون que son véhicule présente un problème de circuit de freinage et le témoin had témoin hadi ديال ABS reste allumé après démarrage du moteur. تتبقى هاد البولا شاعله ليه، ها هي كتبان قدامكم دابا اون كولور، كتبقى شاعله ليه واخا كيديماري، يعني نورمالمون هادي كتشعل ملي كندير الكونتاكت، وان فوا كنديماري تيخصها تطفى. après diagnostic il s'est avéré que le problème est au niveau du capteur de roue avant droite. دار ديغنوستيك، دار لاباري ديغنوستيك وتعطلو بان الكابتور افون دغوات هو اللي فيه المشكل. لو سيستيم دو فريناج دو سو فيكول اي روبريزونتي باغ لا فيغور 5 اي فيغور 6 سي دوسو. الفيغور 5 هي هادي. شنو فيها الفيغور 5؟ فيها لي زيليمون ديال الفران كاملين، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، عاد لي زيليمون دو فران العاديين. هادو تنهضرو حنا اللي ماركين دابا هي هما ديال لي زيليمون ديال لا بي اس. شنو مطلوب مني في لي كيستيون؟ بالنسبة للفيغور 6 هي هادي، الشيما إلكتريك ديال لو سيستيم ABS. فاهمين؟ هادي هي الشيما الكتريك كاملة، لي 4 لي 7 ال 1 9 لي كومبوزون كاملين ال 8 و الكلي دو كونتاكت هنا. فاهمين؟ هادو هما لي زيليمون اولا لي زيليمون الكتريك اللي تيكونوا ليا سيستيم ABS. شنو مطلوب مني في لي كيستيون؟ شباب كيستيون نيميرو 23 تقول لي كومبليتو لو طابلو سي دوسو، ونتبازو على الفيغور 5، والفيغور 5 هي اللي كتبان قدامكم دابا في الصورة. بالنسبة لرقم واحد هو الكالكولاتور، يعني هو الجيستيونير، هو العقل ديال السيستيم ABS، هو اللي كيدير التسيير ديال السيستيم ABS. جوج أو نيميرو 2 هو كابتور دو فيتاس دو رو، هو داك الحساس اللي كيعبر بشحال كدور الرويضة، يعني شحال من دورة في الدقيقة كدير. ثلاثة هي لا سيبل هي هذاك ليكرون اللي كيشوف فيها الكابتور. وحنا لا سيبل شباب كما شفنا في الدرس راه كاينين جوج الانواع، وحتى لي كابتور كاينين جوج الانواع، كاين لي كابتور باسيف وكاين لي كابتور اكتيف. هذا النوع اللي كيبان قدامنا هو الباسيف، علاش؟ لان فيه قدامه سيبل عباره عن غو دونتي او عجله مسننه. اربعه تيموا ABS، هذه هي البوله اللي كتشعل في الطابلو، وكاين النوع الاخر اللي شفنا قبيله بحال هذا اللي تيبان قدامكم دابا في الصوره. 5 جروب هيدروليك، هو البلوك هيدروليك او الجروب هيدروليك اللي فيه لي تيغوار وفيه لي زيلكتروفان ولي زاكوميناتور باش نتحكموا في البريسيون ديال ليكيد دو فخ. فاهمين الشباب؟ نمشيو للكيستيون سويفونت. كيستيون نيميرو 24 كتقول لي كومبليتو لو طابلو سي دوسو فيغور 6. هنا غنمشيو للشيما او للصوره رقم 6، وهنا الشباب كيحتم علينا انني خصني نكون عارف لي زيليمون اون فيزيك ونعرف حتى لي سامبول ديالهم في الشيما الكتريك، يعني خصني نرجع ضروري للشيما الكتريك نرجعها محدد ليا مات باقين ليكزامان ديالنا. شباب هادو هما العناصر ديالنا اللي كانوا في الشيما، اللي كاينين في الشيما كما تيبان قدامكم دابا. عندنا رقم واحد كونتاكتور دو ستوب، رقم جوج كالكولاتور،
الثلاثه والربعه والخمسه والسته لي كابتور دو رو، يعني هنا عندنا اربعه ديال لي كابتور كل رودا عندها الكابتور ديالها، السبعه فيش او بي دي اولا فيش دو دياغنوستيك اولا بريز او بي دي، فاهمين من هنا كندير دياغنوستيك للسيستيم، ثمانيه تيموا ا بي اس، وتسعود بواط افيزيبل. تري بيان، هادو هما لي زيليمون اللي كاينين عندي تما. نمشيو للكيسيون سويفونت. كيسيون نيميرو 25، دوني 3 اليمون دو كومبوزون 5 دو لا فيغور، فيغور 5. نمشيو للفيغور 5 اللي هي ديال قدامكم، ونمشيو لليمون نيميرو 5. شكون هو؟ هو الجروب هيدروليك. نعطيو قال لك المكونات اللي تيكونوا فيه لداخل، فاهمين اش يكون فيه لداخل. تري بيان، تيكون فيه لي زيليكتروفان ادميسيون اي اشابمون. كل رويضه قلنا على الاقل تتكون فيه 8 ديال لي زيليكتروفان، كل رويضه عندها جوج، حتى ادميسيون حدا اشابمون. عندنا الموتو بومب هيدروليك، موتور الكتريك اللي كيدور لا بومب هيدروليك اللي كاين لداخل، يعني ان فيه موتور زائد بومب هيدروليك. وعندنا اكيميلاتور، وكنلقاو بزاف لي زاكيميلاتور بعض المرات، كل سيركوي عندنا فيه اكيميلاتور ديالو، هذه دي المينيموم تيكونوا جوج ديال لي زاكيميلاتور، فاهمين. هادو هما المكونات اللي كاينين لداخل وسط الجروب هيدروليك. كيسيون نيميرو 26، اش كتقول؟ انديكي سي لي زافيرماسيون سويفونت كونسيرنون لي زورغان دو سيستيم دو فريناج سون فري او فوس. هنا عندنا مجموعه ديال المعلومات، ثلاثه ديال المعلومات، نقولوا هنا واش فري او لا او لا فوس، يعني صحيحه او لا او لا غلطه. نمشيو للمعلومه الاولى، لو ماتر سيلندر دو فران كونفيرتي لا فورس اكزيرسي سور لا بيدال دو فران اون بريسيون هيدروليك. هذاك المتر سيلندر الدور ديالو هو انه تيحول لينيرجي ميكانيك اللي كتجيه من عند البيداره لينيرجي هيدروليك. سي فري، راه هو اللي كيحول لينيرجي ميكانيك للبريسيون هيدروليك، هو اللي كيعطي البريسيون في السيركوي كامل. لا سوباف دو ديستريبيسيون امبيش لو بلوكاج دي رو افون. لا سوباف دو ديستريبيسيون امبيش لو بلوكاج دي رو افون. هنا كاينه واحد السوباف تتكون وسط البلوك هيدروليك، ولكن هذيك الدور ديالها انها كدير ديشارج ديال لا بريسيون في مومون فاش كنحيد رجلي على الفران، تدير ديشارج غابيد، يعني هذه المعلومه هذه راها خاطئه. نمشيو للمعلومه الثالثه، لي ديسك دو فران ريزيست ا ليشوفمون دو او فريكسيون كي جينيري دورون لو فريناج اون كومباريزون دي طامبور دو فران. تيوك هنا بان لي ديسك دو فران اش كيديروا؟ تيخصهم يتحملوا الحراره اللي كتكون ناتجه على الاحتكاك اللي كنديروه وقت الفريناج، بحالهم بحال لي طومبور، يعني حتى لي طومبور تيخصهم يتحملوا الحراره اللي ناتجه على الاحتكاك اللي كتكون وقت الفريناج. سي نورمال، هذه معلومه صحيحه جدا، فاهمين الشباب. هادو هما لي زانفورماسيون اللي عندي. نكتفي بهذا القدر الشباب باش ما يجيوش الفيديوهات طوال، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله اللي غيكون الحصه رقم 6 بحول الله وقوته. وما تنساوناش دائما الشباب كما تنقول لكم البارطاج والتشجيع ديالكم ودوك لي كومونتير الزوينين ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله، الله يوفق الجميع والله ينجح الجميع ان شاء الله.